بعد ما خلصنا بقى رغي وكلام وفقرات وحاجات، جه وقت بقى ايه ان احنا ناكل، خلاص بقى جوعنا خلاص. الحقيقه في الفقره، فقره المطبخ، انتوا عارفين انا فقره بموت فيها وبحبها، وكل فقره بيبقى معانا الحقيقه انا بنبهر اكتر من الفقره اللي قبلها. ليه؟ لان ضيوفنا بيبقوا هم حاجه وبيتجهوا لحاجه تانية خالص. مع مين؟ مع الشيف مريم سامي. هي مش شيف كمان، هي مهندسه وشيف وربت يعني مامي جديده وحاجات كتير قوي. ازيك؟ عامله ايه؟ يعني انا مش عارفه اقول لك الشيف ولا المهندسه ولا اقول ايه. انت بتحبي ايه؟ ولا شيف المهندسه؟ يعني ممكن شيف مهندسه او شيف. ايه شايفه كده؟ مكونات لطيفه ظريفه جميله. هنعمل اكله ايه النهارده؟ اسمها ايه؟ النهارده هنعمل تشيكن مونتري. دي اكله اصلا في الولايات المتحده، اوكي، بالاخص في كاليفورنيا في منطقه اسمها مونتري. هم مشهورين بالاكله دي قوي، والمكان نفسه اصلا معروفين في مجال الطهي ان هم شاطرين قوي فيه. هم اللي عملوها وبعد كده الاكله دي انتشرت وبقت في المطاعم. حلو قوي. نقول المكونات ونقعد نرغي انا وانتي بقى بعد كده. اوكي. للفراخ هنعمل لها حاجه تتبيله كده، راب، دراي راب، عباره عن بابريكا، سموكت بابريكا او بابريكا عاديه، ثوم بودره وبصل بودره وزعتر وشويه من الملح والفلفل والسكر البني. حلو. اوكي. بعد كده هنعمل معاها صوص. دي انا ضايفاه زياده يدي بس نكهه احلى. معاها معانا التاتش المصري بتاعنا بقى ده بالظبط. معانا صوص مشروم بالكريمه. الله. المكونات بتاعته بصل ومشروم وثوم ومرقه فراخ وكريمه. حلو قوي، بس كده؟ وبعد كده هتاخد صوص باربيكيو وهنديها بيف بيكن مقرمش كده حلو عليها. ده من اساسيات الوصفه. هندخلها الفرن مع جبنه جوده وجبنه تشيدر، وبعد كده هنضيف عليها ما تطلع من الفرن طماطم وبصل اخضر فريش. بس خلاص، يلا نبدا. اوكي يلا نبدا. معظم اللي بيجوا هنا في الفقره بتاعت المطبخ بيبقوا يعني احنا جالنا قبل كده دكاتره ومهندسين زي بجد بيسيبوا بقى كل الكلام ده. واقول لهم معقوله يعني بعد كل السنين الدراسه والحاجات دي تتجهوا للطبخ؟ يعني طب ليه عملتي كده؟ انا في الاول خالص ما كنتش اعرف اصلا يعني ان انا عندي الحاجه دي. كنت بحب قوي اتفرج يعني اغلب الوقت على برامج في التلفزيون لشيفات كبيره يعني. وبحب اخد الاول، بس انا هخلط البهارات كلها مع بعض اعمل لهم ميكس. لو في حاجه عايزه تقوليها قوليها، يعني احنا بنتكلم عادي عشان انا برغي وبفتح في الرغي وما بحسش بنفسي. فانت قولي احنا عملنا ايه. البصل الباودر والثوم الباودر والبابريكا وشويه من الفلفل الاسود وبعد كده شويه من الزعتر. دي الطاسه كده تمام ولا ايه؟ هي طلعت حاجه مش عارفه. مش عارفه. تمام تمام كده. اوكي تمام. طيب والسكر البني ده بتحطيه امتى؟ السكر البني احطه مع التتبيله، برده سنه كمون. اوكي. ده بتتبلي بيها الفراخ؟ نفس التتبيله دي بتبقى حلوه جدا مع اللحمه المشويه. واسيب التتبيله دي شويه في الفراخ ولا لا؟ بيفضل ان احنا نكون عاملين محلول النقع للفراخ قبلها بليله. محلول النقع بيساعد ان الفرخه تكون خدت الملح الكافي وبقت طريه جدا معانا، وفي نفس الوقت ما بتفقدش العصاره بتاعتها. أوكي. يعني بعد السوى بتفضل فيها العصاره بتاعتها. بعد ما عملنا الرب هنتبل بس الفراخ. تبلي الفراخ بقى. اوكي. الأكلة دي لطيفة على فكرة. ممكن أكل معها إيه؟ أكل معها رز أبيض أو باستا. بتتقدم مع لو بتحبي البطاطس بيوري بالزبدة. بحبها طبعا. حلوة قوي. طبعا بحبها. وممكن مع رز، وممكن كمان مع خضار خزوتي لو إحنا حابينها شوية يعني هيلسي. لا هيلسي إيه بقى؟ ما فيش الكلام ده. فيش بقى الكلام ده بقى. خلاص بقى. أنا بس هضيف شوية الملح لوحده عشان بس أبقى عارفه احط قد ايه. عرفتي امتى ان انت لا انا خلاص انا يعني لا انا بحب فعلا المطبخ وهسيب بقى الكارير بتاعي اللي هو ان انا ابقى مهندسه وههندس في الاكل بقى هبقى شيف؟ لما حسيت ان انا لا عايزه اعمل ده بدات ادور على اكاديميات طبخ او حاجات او كورسات مع شيفات معينه. عارفه ان انا هاخد منها معلومه مدروسه يعني معلومه صح، مش حد هاوي بيحب يعمل حاجه أكل بس. اكاديميه بقى حاجه تعليميه مش بالزبط. فكره ان انا هاويه وخلاص. انت بتحبي الملح كتير شكلك. لا 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 مش حاطه اصلا في التتبيله ف اوكي ماشي. هي لو معمول لها براين ما بتاخدش وقت خالص. ممكن نبدا ننزلها. لازم الطاسه تبقى سخنه قوي صح؟ الطاسه لازم تبقى سخنه علشان خاطر ناخد لون حلو
اللون الحلو ده هو اللي بيدينا طعم احلى في الاكل. طب وانت قلتي حاجه لطيفه من شويه، انا اصلا من عشاق التتبيلات اللي تنفع لحمه وفراخ، فدي تنفع لحمه برضه. دي اصلا كمان للشوي على الفحم تبقى حلوه قوي قوي، ومع اللحمه بالذات. بس يا مريم بقى الواحد جعان بقى كده يعني. اتخلص بس الحاجات دي، او ممكن تحطيهم في الحوض. ومتهيألي الأكلة دي ما بتاخدش وقت على فكرة، لأن الفراخ اللي هي الفيليه دي هي بتستوي بسرعة أساسا. ده حقيقي. الصدور كمان احنا فاتحينها كده، دي اسمها باتر فلاي. احنا بنجيب الصدر، بنجيب صدر الفراخ ونفتحه بس مش للآخر. ده زي الجمبري الباتر فلاي اللي هو بيبقى مفتوح كده ومحطوط عليه اوكي. الفكرة بس في الباتر فلاي ان هي مش بتاخد معانا وقت في السوا كتير. بس لو عندي صدور لوحدها تمام، مش انا بعملها بالصدور كامله عادي. او تمام. لا اوكي. تفتكري اول اكله عملتيها كانت ايه؟ اول اكله على الاغلب مكرونه بشاميل وكبده اسكندراني. لا العيش. ايه ده؟ انا قلت هتقولي مكرونه وبانيه. الاكله معروفه، الاكله المصريه الشهيره. انا جوزي من عشاق الفراخ البانيه مع المكرونه يعني. اوكي. كلنا دي بتتعمل كتير. طبعا كلنا بس انا بحب البشاميل قوي طبعا، والكبده اسكندراني برضو في الحاجات اللي في الاول بدات بيها بحبها قوي. اول اكله نزلتيها على صفحتك؟ اول اكله غالبا الحاجات دي كانت في الاول. مش فاكره قوي. طب بس اول اكله باظت منك كانت ايه؟ الرز. يا لهوي انت عامله زيي يعني. الناس انا طباخه ماهره على فكره، بس عايزه اقول لك على حاجه. يعني انا بطبخ كل الاكلات شرقي وغربي وكل حاجه. يقولوا لي مثلا اصعب اكله ايه؟ اقول لهم الرز. الرز ما اعرفش ليه بيعجن مني لغايه النهارده على فكره. ليه؟ يعني لا مع الوقت ظبط. لا انا بيظبط لما ببقى عاملاه بالشعريه، لما ببقى عاملاه لوحده بلاقي كده عجينه يعني. بصي الفكره كلها ان الماده الدهنيه اللي احنا حاطينها لازم تعمل كفر على الرزايه. يعني انا حطيت الزيت، لما اجي اقلب لو لقيت الرزايه بتلمع قدامي من غير ما يكون فيه زيت زياده او سمنه زياده خلاص تمام، هو كده يعني بتغلف حلو. اقدر الميه اعتقد برضو ان كميه الميه ما تبقاش كتيره قوي عشان ما يعجنش. هي الميه بحطها يعني حسب كميه الرز. يعني الرز مثلا كوبايه بناخد قصادها كوبايه ميه، لو نوع الرز بيحتاج ميه زياده ممكن نزود على كوبايه ربع كوبايه ميه. ماشي نجرب الموضوع ده، انا ما بعرفش اظبطها والله بس هنحاول يعني. اكتر بقى مطبخ بتحبيه ايه؟ بتعملي اكل من يعني بتعملي اكل هندي، بتعملي اكل اسيوي مثلا؟ طبعا انا بعشق الاسيوي في انه مليان نكهات. نكهات امامي يعني خطير. فيها نكهات تخليكي تدوقي واو، حتى لو انت مش يعني. أيوة. فيهم مليان بجد نكهات حلوه قوي. انا بعشق الايطالي والفرنسي. لا ده انا عايزه عزومه بقى، انا محتاجه عزومه. محتاجه ادوق عشان اجي اقول للناس. الله عشان هنكذب على الناس. ادوق واقول حبيبتي. لكن انت اكتر حاجه بتحبيها ايه؟ الايطالي الايطالي والفرنسي. وفي العموم بحب الفرنسي ده، تحسي انه سيكي ميكي كده عارفه اللي هو دلع. عشان كده بحبه. بحب فيه انهم عندهم تكنيكس في الاكل دقيقه قوي، طبق شيك قوي يعني. حاجتهم كده فيها مش مشبعه كتير يعني. هي بالنسبه لنا طبعا الحاجات دي الايطاليين هم اللي شبهنا قوي. الايه؟ الايطاليين شبهنا قوي. صح. وعندهم بساطه جميله قوي في الاكل يعني. احنا هنا بس هنديها لون حلو من الناحيتين اوكي، وقرب السوا بتاعها هنطلعها بس تريح، علشان احنا هنحتاج نحطها تاني في الفرن. هي لازم تريح علشان العصاره بتاعتها ترجع تنتشر فيها كده. هي هنا العصاره بتهرب مننا على فلما بنسيبها تريح. انت دارسه بقى، انا ما فهمتش الكلام ده خالص صراحه. دي عمليه اسمها كاري اوفر. لما بنطلع البروتين بتاعنا سواء اللحمه او الفراخ، لو هو مثلا درجه حرارته المفروض تبقى 72، احنا بنخرجه مثلا يعني 70 69 على اساس هو هنا بيكمل سوا. هو اوكي.